سلام. Analytic Geometry شو يعني Analytic Geometry؟ كمان بنقال إنه هي Coordinate Geometry أو Cartesian Geometry. هي Study of Geometry using Coordinate System. يعني Coordinate System وهذا اللي عنده X axis و Y axis وبيكونوا Perpendicular. بدي أدرس Geometry using the Coordinate System. يعني Circle أو Triangle أو Line أو Point أو أي شيء. نحن حنبلش كتير سامبل، شغلة سامبل. يعني شايفين النقط الحمر موجودين كلهم على نفس الخط، ليش؟ هيدي 2 coordinate لا 2 2، وهيدي 1 1، هاي 0 0، هيدي -1 -1. يعني كل الاكس اللي هون، هودي بالاول بيكونوا الاكس ابسيسا بيساوي الاوردينيت. اوكي، هيدي ليه منا على نفس الخط؟ لأنه الأكس ما بتساوي الواي بكل بساطة. هيدي relation between X and Y. بس خلص النقط كلهم هيطلعوا تقريبا هيك على هيدا الخط. هيدا الخط صار اسمه Y equal X، بنحط الواي قبل الأكس. وهيدي النقطة منا موجودة عليه لأنه الأكس ما بتساوي الواي. طيب إذا بدنا نروح على هيدا شغل هي فات سيميليتر، هلا بحط لكم اللينك تبعه. هنشيل السلوب قبل، حنبلش هيدي الواي ايكوال اكس اللي حكينا عنها قبل. اوكي، هيدا اللي هون بحركه لفوق، شو بيصير عندي هون؟ هيدا الواي انترسبت اسمه، او البي، او السلوب، مش السلوب اسمه انترسبت. يعني مطرح ما بدق اللاين بالواي اكسس، كل ما يتغير يتغير هذا الحرف اللي هون y equal m x plus t. نحن بنقول a x plus t، هذا البي هو الواي انترسبت بيتغير. اوكي، هذا البي. هلا اللي هون هو السلوب، بيقولوا له m او بيقولوا له a. هذا السلوب اذا بيتغير هيدي اللاين شو حيصير فيها؟ هون في 3 over 3، هغيرهم هعملهم 1 over 3. شو صار؟ بس يتغير السلوب، انتبهوا بعدنا بالبلس 4، يعني بعدها هون بهيدي النقطة. بس يتغير السلوب حيتغير لاين، يعني حيصير مختلف عن ال x equal 1. هون ال y equal 1، هاي y equal x plus 4، يعني السلوب equal 1 حيتغير. اوكي، هيدا السلوب 6 over 3 يعني 2. طب حرك هيدا بصير minus 2 هون، يعني ال y intercept equal minus 1. اذا برجع بغير كمان بيتغير، هعملو نفس السلوب 3 هيصير parallel بس ال y intercept equal minus 2. خطين اللي هن بدنا نستعملهم هيدا ال y equal x وال y equal x minus 1. الخط بلش نحطه على هيدا الخط، هذا السلوب equal 1 increasing slope، يعني line increasing slope positive. هذا السلوب equal minus 1 يعني decreasing. هذا first bisector وهذا second bisector. طيب إذا بدي أحكي عن السلوب، لاحظين هون إنه 3 3، شو هن هودي ال 3 وال 3؟ هذه النقطة 3 3، هذه النقطة 0 0. السلوب هو ال y minus y، يعني ال 3 minus 0 over x minus x. طيب هغير محل النقط، حط هون 2 2 هون 5 5. إذا بعمل 5 minus 2 بيطلع 3 over 5 minus 2 كمان بيطلع 3. إذا 3 over 3 كمان غيره 5 over 4، 5 minus 4 1 و 5 minus 4 1. فإذا على طول عم يطلع السلوب هو 1. اوكي، حتى غيرت النقط، عدت النقط عن بعضهم، هون 8 و 8 8. طيب إذا بدي غير أعمل هيدا الخط، بدي أجيب له الإكويشن لهيدا الخط، نحط 10 over
ظبطها 10 over 5. 10 over 5 بالy minus y 10 x minus x 5. شوف ال coordinates لهذه النقطة 0 minus 2 هذه النقطة 5 8 minus 2 minus 2 بدي أعملها هيك. شو عنا ال x؟ أول نقطة هي 0 minus 2 وتاني نقطة هي 5 8. هاودي نقطتين بدي اجيب السلوب. هعمل y minus y over x minus x. هنسمي هايدي a وهايدي b. y of a minus y of b x of a minus x of b. هيدا السلوب. y minus y بدي نقص هاودي minus 2 minus 8 minus 2 minus 8 over 0 minus 5. بلش بال a عطول أو إذا بلش بالبي بلش بالبي عطول. 0 minus 5 minus 10 over minus 5 equal 2. فإذا نطلع معي السلوب هون equal 2. هلا هنرجع لهون السلوب طلع 2. طيب إذا بدي أخذ نقطتين غيرهم مثلا 3 4 و 2 2 إذا بدي أعمل السلوب 4 minus 2 2 3 minus 2 كمان 1 يعني بيطلع جواب 2 over 1 كمان نفس السلوب. هيا لو نقطتين بياخذهم على الخط بيعطوني سلوب. اوكي هلا في عنا هون لعبه. هنبلش باول ليفل. Your equation هي y equal 1 over 2x plus 0. لاحظوا هون بالرسمة هون 0 لازم يمرق بالماينس 2 يعني هيدي لازم تكون ماينس 2. نعمل تشيك بيطلع جواب صح وحدة غيره. هون بدي لاقي السلوب. كيف لاقي السلوب؟ حاخد حيلا نقطتين 0 ماينس 4 وال 5 ماينس 2. كيف بدي لاقي السلوب؟ أول شيء السلوب حيكون بوزيتيف انكريزينج. هعمل y ماينس y يعني الفرق بين ال y هون وال y هون هيطلع 2. x minus x يعني 5 minus 0 5. بس هذه النقطة انتبهوا منا على الخط. هذه نقطة على الخط ضويت أخضر تمام. minus 2 minus minus 4 يطلع جواب 2. فرق بال y 2. 6 minus 0 يعني الفرق بال x فإذا هي y over x. عملنا الفرق بال y هلا الفرق بال x 6 minus 0 6 6 هون بيطلع السلوب 1 over 3 او 2 over 6. هي اذا طب اعمل تشيك جواب صح. هلا هيدي الابلكيشن او السيميليتر هيدا سيميليتر احط لكم اياه بالدسكربشن واذا حدا عنده سؤال يحكي. يعطيكم العافيه.